السلام عليكم خوتي، كي داير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بحسن الحوال ان شاء الله. حاول هذا الفيديو هذا تبارطاجيه على اوسع نطاق، وحاول تصيفطوا لخوك ولا جارك ولا اي واحد كتعرفوا هنا في الاتحاد الاوروبي وخاصه اسبانيا. الموضوع وما فيه خوتي هو انه حاليا في هذه الوقيته بالضبط شهر، يعني شهر 11 وشهر 12، كاينه واحد الحمله امنيه مكثفه هنا في اسبانيا. وكما كتعرفوا بانه كل سنه تقريبا في اواخر نتاع السنه كيديروا هذه الحملات الامنيه خاصه الحراقه والناس اللي ما عندهمش الاوراق. انا ما عمرو شدوني في هذه المدينه وما عمرو طلبوا مني الاوراق وما عمرو قالوا لي ريض فراك غادي ولا. البارح كنت مشى كنت فاجئ تقريبا بازيد من 8 تاع الرجال تاع الشرطه كيوقفوني كيطلبوا مني النيه، ما شفتهمش كاع نهائيا. كنت خارج مع واحد الزنقه حتى خرجوا معايا وطلبوا مني النيه. قسما بالله خوتي لهذا الشيء وقع لي البارح تقريبا بالليل. كنت كنتمشى جاب ربي كسهز الوراق ديالي وعطيتهم لهم، غير وريتهم الوراق صافي مازالوش كثروا معايا ومشاو. يعلم الله شحال شدوا من واحد، ويعلم الله شحال بوانتاو من واحد، ويعلم الله شحال وقفوا من واحد. يعني هذا ميساج لاي واحد عنده الوريقات، هز معاك وريقاتك. اي واحد دفع الوريقات ديالو الريكو فورماسيون ولا اي حاجه، هز اخويا وما عندكش الورق هز غير بعدا الريكواردو ديالك وتمشى. يعني راه اي حاجه غادي تسلكك هزها معاك، وخصوصا الناس اللي يعني الله دفع الوريقات ديالها كيقول لك يعني كي غادي نديرو وحنا ما عندناش الورق. يعني وشنو هو الحل اللي غادي نديروه؟ هز معاك الريكواردو، فالريكواردو راه بحد ذاته ورق، راه فيه النيه ديالك وفيه السميه ديالك. الناس الحراقه كذلك الانسان ينقص شويه التمشيه في هذه الوقيته هذه وياخذ الحيطه والحذر ديالو. وكننصح اي واحد يدير الاتونسيو ديالو. هي حمله امنيه غير فقط على الحراقه يعني كيتبصمهم، وهي حمله عاديه يعني ما كان حتى شي تخوف منها وما كان حتى شي حاجه، ولكن الانسان يهز معاه وريقاته وما خسر حتى شي حاجه. انا وقفوني طلبوا مني النيه ديالي عطيته لهم صافي ومشاو، ما زادش كثروا معايا وما هضروش معايا وما قالوا لي حتى شي حاجه. يعني كتكون غير واحد الحمله باش يعرفوا الناس الجداد في هذه المدينه يعني عاديه، ما كان حتى شي تخوف وفقط. ولكن الحمله الامنيه الشرسه القويه اللي كيخافوا منها الحراقه هي اللي وقع حاليا في فرنسا وفي المانيا كما كتسمعوا، خاصه المانيا. يعني الاتحاد الاوروبي كامل في هذا الشهر 12 غالبا كتكون حملات امنيه مكثفه. فحذاري خوتي، نتمنى هذا الميساج يوصل ونتمنى يتبارطاجا ونتمنى يوصل لجميع الناس اللي هنايا في الاتحاد الاوروبي باش ياخذوا الحذر ديالهم. ونتمنى من الله عز وجل يسهل علينا كاملين، ونتمنى من الله عز وجل يسهل على الخوت الناس اللي عندهم الاوراق ولا اللي ما عندهمش ولا اللي دافعين. اي واحد نطلبوا الله عز وجل يسهل عليه، ونتمنى كذلك التسويه الجماعيه هنا في اسبانيا تكمل بخير وعلى خير، وان شاء الله تكون فيها بعدا واحد الامل للمهاجرين والحراقه. نطلبوا من الله عز وجل، حنا كنطلبوا الله والله عز وجل غادي يدير لي فيها الخير. هذا الفيديو بارطاجيوه اخوتي باش يوصل على اوسع نطاق، والحذر ثم الحذر في هاد اواخر ديال السنه. راه الحملات الامنيه كتكون مكثفه على الحراقه والناس ما عندهاش الوراق. كان عندك الوراق هزهم معاك، كان عندك دافع هاد وريقاتك كذلك هز معاك دوك الوريقات اللي دافع بهم. وهذا هو الميساج ديال خوكم عبدو، وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وما تنساوش البارطاج، وما تنساوش دخلوا عند خوكم عبدو في تيك توك، راه اي مواضيع جديده حصريه كنحطها في تيك توك، ما كنحطهاش في اليوتيوب وما كنحطهاش في انستغرام، غالبا كنحطها في تيك توك ولا في الفيسبوك. كنحييكم اخوتي، كنتمنى من الله عز وجل يسهل علينا كاملين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.